صباح الخير عليك يا حسام. صباح الخير يا جمال، اخبارك ايه؟ الحمد لله. صباح الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. النهارده معانا سؤال للحلقه. السؤال بيتطرق الى امر خلينا نقول انه موجود كتير في المجتمع المصري وفي مجتمعات تانية الحقيقه، يعني يمكن نقول او يتصور البعض ان الموضوع ده قل وناس تانية تتصور ان الموضوع ده زاد. موضوع هو جواز الصالونات. قولوا لنا كده انتوا ايه اغرب موقف اتعرضتوا له او سمعتوا عنه في جواز الصالونات؟ ولو هنبتدي هنبتدي بنفسنا، وزي ما بيتقال دايما السيدات اولا، ladies first. كنت خايفه من السؤال ده والله. معلش. بص اقول لك، انا عاده يعني ما بقعش في الموقف ده كتير، لان انا يعني مش هقول ان انا ضد، بالعكس تماما، بس انا حاسه ما بحسش نفسي يعني في موضوع جواز الصالونات ده، ما اقدرش انزل النزولات دي او اقعد الاعداد دي، مش عشان انا شايفاها فيها حاجه غلط، بس انا مش شايفه نفسي مؤهله نفسيا. زي ماري مونيه بتديلك بندقه وتقول لك اكسريها كده يا بنتي وريني يعني، بس دي بس كل الفكره. لكن طبعا يعني في جوازات عن طريق جواز الصالونات ناجحه جدا، ده اكيد يعني. بس موقف يعني، عارف انت في ناس تحب دايما تعمل معاك الواجب يعني. هم مش مقتنعين على اساس انت مكسوف مثلا، يعني مش مكسوف، فلو عايز انزل هنزل يا جماعه، الموضوع سهل يعني، ليه بتعملوا ليه بتستجدعوا معايا؟ مش عايزه مش عايزه حد يستجدع معايا. المهم يعني حد من اصحابي هي وجوزها قرروا ان هم يستجدعوا معايا ويجيبوا لك عريس. وطبعا ما كنتش اعرف، بس هي الدخله ده جواز الكافيهات. يعني هي الدخل الهله بتبان يعني، بتشوف حد كده جاي منمق عريس فرست من اول. يعني من اول طله كده تحس النهارده كاتب الكتاب، يعني مش جايب ده كاتب الكتاب، فالدخله بتبان. فقلت خلاص مش هحرجهم يعني، هعمل نفسي مش واخده بالي وعادي، ما عرفت الناس كنوز. الله اكبر. مش مشكله ما شاء الله. فمفيش خمس دقايق، ما عداش خمس دقايق يعني، فابتدى الولد يقول السي في بتاعه، يعني بيعمل ايه، اهو بيتقدم شغلانه. ما هو يعني انت المفروض قاعد مع ناس صحابك، فانت بتعرف نفسك عليهم يعني، ليهم ليه؟ المهم مفيش مشكله، كمل عادي. فهو كان بيشتغل في احدى الشركات، يعني بيشتغل اتش ار، مع كل احترامي اللي بيشتغلوا طبعا هذه الوظيفه. وبعدين راح قايل لي واحنا قاعدين فجاه، انا بحب شغلي قوي، الحمد لله كويس، بحب اذي الناس كده واخصم لهم، بحس ان انا مسيطر. فطبعا إيه؟ انا فانا فضلت باصه كده شويه، خير في حاجه معينه. وبعدين شويه ونزل هو قال كده. لا معلش، بس هو قال كده فعلا. ده سادي يعني، بيستلذ بسية الناس. لا هو يعني وبيقولها وما بيتكسفش، يعني انا اسف لو انت سامعني. لا ما تتاسفش. دي حقيقه يعني، هو كان شخص غريب جدا. وبعدين وده المفروض انه بيحببك فيه يعني عشان توافقي عليه. انا ما اعرفش المفروض بيعمل ايه يعني، انا مش فاهمه الكتالوج، يمكن ده اللي بيحصل في جواز الصالونات وانا ما اعرفش، متاخره مش عارفه. وبعدين شويه فنزل المنيو، هنشرب حاجات عادي يعني من حقنا، فكل حد بيختار حاجه، فاخترت حاجه معينه. لا حلو اشربي ده احلى. فحسيت ان انا في مشكله. بعد طبعا بقى يعني ما بعد ما قام، فانا ما عرفتش اتخانق مع اصحابي ولا اعمل مشكله، بس حسيت ان انا مشفقه عليهم يعني، مشفقه على صاحبتي ان ده صاحب جوزها، فما عرفتش اعمل حاجه بصراحه. بيحاول يذبح لك القطه من قبل اول يوم. لا انا مش غالبا كانت ارخص غالبا يعني، غالبا والله اعلم. انا خايفه اسالك السؤال ده. لا انا ما بصدقش في جواز الصالونات عموما، انا ضد جواز الصالونات يعني. في حالات ناجحه، بص في حاجات بتنجح طبعا، كل قاعده وليها الحاجات اللي بتكسرها، بس في الاول وفي الاخر انا مش يعني، اعذروني يعني، مخي مش قادر يستوعب فكره ان اثنين هيكملوا حياتهم مع بعض الى ما لا نهايه، الى ان ربنا يفتكر حد فيهم وينزلوا انا اسمي فلان وانا اسمي فلانه، انا بشتغل كذا وانت بتشتغل كذا، طب يلا نعيش مع بعض. ما بس هي مش بتمشي كده قوي يعني، انا اعرف حالات ناجحه جدا من جواز يعني. هو بصي الـ 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 المستخرج منها مثلا ان اصحابي يعرفوا اثنين صحاب على بعض، شايفين ان هم لايقين على بعض، فيبتدوا الراجل والست دول يتعرفوا على بعض ويبنوا ما بينهم علاقة طيبة تتطور إلى الزواج. ممكن ناس تعتبر ده جواز صالونات، بس فكرة الجواز الصالونات بالمصطلح القديم اللي هو الصالون فعلا، اللي هو فيه عريس سمع إن
بنت عبد العالى فندي خلصت التوجيهية، فاحنا رايحين نتقدم لعبد العالى فندي عشان عبد العالى فندي سيرته طيبة، فاحنا هناخد بلاها سوسو خد نادية. لا انا ما بصدقش في الموضوع ده خالص. لسه موجودة لحد النهاردة؟ لا دي انا ما بصدقهاش خالص، وما بظنش انها يعني لو الجوازة المعيار بتاع نجاح الجوازة هو استمراريتها، فاظن في اغلب الاحيان وليس كل الاحيان عشان كل قاعدة وليها الحاجات اللي بتكسرها، في أغلب الأحيان بيكون نتاج الزواج ده أطفال عندهم مشاكل، لأن هم مش شايفين مودة ورحمة في البيت. هو أبوهم راح اشترى تلاجة من محل تلاجات، أو غسالة من محل غسالات، أو مكنسة، اشترى سلعة معمرة، واشترى سلعة معمرة، دخل دفع مهر واتفق على مؤخر وشبكة بكذا وفرح بكذا وخد العروسة. ودي أظن كمان فيها يعني تقليل شديد من شأن السيدات، إنها تعامل كسلعة مش كإنسانة لها الحق في الاختيار وإبداء رأيها في شريك حياتها وشريك عمرها. ده رأيي. والله يا دكتور حسام الحاجات دي اسمه نصيب يا جماعة، ونعمة بالله. والله يعني نسيبها على ربنا. وفي كل الأحوال برضو نرجع تاني ونقول في حالات ناجحة جدا من جواز الصالونات، وفي حالات فاشلة، والناحية التانية نفس الكلام، في حالات برضو جواز عن حب وكمان فيها نجاح وفيها فشل. ففي الاول وفي الاخر هو اسمه ونصيب. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، ايه اغرب موقف مريتوا بيه او سمعتوا عنه في جواز الصالونات؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، واكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقتنا النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. طيب قبل ما نبتدي الحلقة وتفاصيل الحلقة النهاردة، دايما متعودين مع حضراتكم ان احنا بنعرف اخر اخبار درجات الحرارة والطقس المتوقع على مختلف محافظات الجمهورية، فهنروح لدينا ونصبح عليها ونقول لها صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا حسام، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على كل مصيف في كل مكان. قبل ما نروح بقى لدرجات الحرارة والكلام ده، قولي لي ان احنا النهاردة معانا سؤال عن اغرب موقف اتعرضتي له او سمعتي عنه في موضوع جواز الصالونات. سمعت عن حاجات كتيره الفتره اللي فاتت دي بصراحه، واللي لفت نظري ان كان اغلبها بيتكلم عن العريس اللي هو جاي رايح يتقدم في البدايه خالص. لو العروسه بتشتغل بيسالها بتقبضي كام وهتشاركي بعد كده في مصروف البيت بقد ايه. هو داخل شركه يعني مش جواز. فده بقت يعني انا مش ضد المشاركه على فكره، بالعكس يعني الحياه مشاركه بشكل كبير جدا وما عنديش اي مشكله فيها، بس اللي هو لما يبقى السؤال كده بيبقى صادم شويه. صادم للبنت لان هي بتحسب بعديها حسابات كتيره قوي، يعني خلينا في الموده والرحمه والحاجات دي كلها وبعدين نتحمل المسؤوليه سوا، لكن ما تجيش في الاول كده تسالني اللي هو يلا ناسس شركه ونطرح الاسهم في البورصه. بالظبط كده. بس عايز اقول لكم بقى بعيدا عن الشركه والاسهم. طيب كنا سالنا حضراتكم في بدايه الحلقه ايه اغرب موقف سمعتوا عنه في جواز الصالونات. بصراحه في كومنت استوقفني انا وجمانه جدا لعلاء هارون صديقنا يعني متابع للبرنامج، قال صباح الخير يا مستر حسام انت ودكتوره جمانه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير يا مستر. على جميع اللي في البرنامج. اغرب موقف، رحت اخطب واحده بعد ما اتفقنا على كل حاجه، الجوازه اتفشكلت عشان الواي فاي، لازم اجيب واي فاي. اول مره اشوف كده يا مستر حسام، هو النت دخل في الجواز اجباري علينا؟ خلاص انا مش هتجوز. لازم المفتيك. لازم المفتيك عشان ما ياكلوش وشنا، لازم المفتيك. طيب هو لسه في طبعا تعليقات كتيره جدا كلها لطيفه الحقيقه، لكن لازم نروح دلوقتي.